الاهلي هيسافر لاسوان لملاقات اسوان يوم السبت، هيسافروا فجر الجمعه ان شاء الله، رحله موفقه وان شاء الله مفيش بقى فريق ضعيف وفريق كبير، مفيش كل الكلام ده. احنا بنشوف الملعب بيفرض علينا شكله والاجواء بتفرض علينا كل حاجه في الملعب بصراحه. اسوان معاهم مدرب محترم جدا مجدي عبد العاطي، طموح جدا، بيقدم كوره كويسه. ممكن ما وفقش في اول مباراه وتعادل في ثاني مباراه، لكن اسوان فريق صاعد واعد الاضواء مره ثانيه ان شاء الله. يعني كل التوفيق ليك يا مجدي، بس اكيد مش في مباراه الاهلي بصفتك ان انت صديق شخصي يعني واخ ليا يعني، لكن مش مباراه الاهلي اكيد مش هتمنى لك بصراحه. شخصيه محترمه جدا مجدي عبد العاطي، كمان مدرب كفء جدا وعنده فكر، ان شاء الله يكون ليه مستوى متميز قوي في التدريب باذن الله. هنسافر يوم الجمعه زي ما قلت لحضراتكم الفجر، وان شاء الله المباراه يوم السبت باذن الله. ارهاق من السفر ومباراه متلاحقه، لكن الاهلي اعتقد ان هو خد على كده، واعتقد كمان الفايلر عامل حسابه من بدري قوي على الكلام ده، عشان كده بنشوف لعيبه بتريح وبنشوف لعيبه بتشترك وبنشوف نجوم بتبقى متالقه، وبعد كده بنتفاجئ احنا اللي هو الجماهير بنتفاجئ ان هو مريح مثلا لعيب مميز قوي، لعيب جاب جول، لعيب كان مقدم عرض كويس، كل ده علشان ضغط المباريات وان انت تعمل يعني غيره بين اللعيبه، ان مفيش مكان باسم حد، مفيش مكان باسم حد وما تتوقعش حاجه. عشان كده دايما اشتغل دايما، طبعا لعيبه الاهلي كبار على الكلام ده، لكن برضو مفيش مشكله ان انا اعمل كده، وكله الحمد لله كل فايق والكل عايز يلعب ويشارك، وبتشوفوا الشغل في الملعب شكله ايه. كان في مران بدني 30 دقيقة للعيبة النهاردة، الفريق الأول بالنادي الأهلي، كان قاده توماس مخطط الأحمال البدنية على ملعب التتش. كمان الأهلي بيتدرب لأسوان، قلت لحضراتكم إن شاء الله يسافر الفجر بكرة إن شاء الله، ويلعب عصر السبت بإذن الله في أسوان. الأجواء في أسوان أجواء تحفة، والجو الحمد لله بدأ يتظبط شوية إن شاء الله، يعني ما يكونش الجو حر هناك. انتوا عارفين طبعا التدريبات خلاص بقت بدون راحه، قلنا عشان ضغط المباريات وخلاص احنا خدنا على كده. 23 لاعب اختارهم المدير الفني فايلر، المدير الفني السويسري نادي الاهلي، اقولهم لحضراتكم: شريف اكرامي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم، رمضان صبحي، حمدي فتحي، وليد ازار، وليد سليمان، ايمن اشرف، حسين الشحات، وديانج، محمد الشناوي، عمرو السليه، ومجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد الشيخ، محمود وحيد، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن، وجونيور اجاييه، وجيرودو، محمد هاني، ومصطفى شوبير. دول 23 واحد. القايمه انتوا عارفين طبعا بقيتوا اساتذه في الكلام ده، القايمه 18 لعيب، في خمسه معاه هيكونوا بره القايمه. ده يعني لقطات من اخر تمرين قبل المباراه. ماشي. فايلر بيجتمع مع سيد عبد الحفيظ على هامش المران، اكيد بيتكلموا على معسكر اسوان واللي هيحصل فيه، وجو اسوان شكله ايه، طب الدنيا في اسوان عامله ايه، اكيد هو درس كل الكلام ده، لكن للتاكيد كان في جلسه مع النجم سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. وانتوا عارفين طبعا سيد يعني اكيد مش هنتكلم عليه كلامنا، يعني مش هيديله حقه مهما اتكلمنا عليه. كمان بيجتمع فايلر مع رمضان، مش يعني هتلاقوا اجتماعات كتير جدا، الاجتماعات دي يا جماعه ممكن تبقى دقيقتين قبل المران. في الصوره قدام حضراتكم طبعا نجم النادي الاهلي الكابتن احمد شوبير في المران لمؤازره اللعيبه، طبعا لفته جميله جدا من النجم الكبير كابتن احمد شوبير. بقول لحضراتكم فايلر هتلاقيه بيجتمع مع صلاح محسن، مع رمضان، مع الشناوي، هو ما بيسيبش حاجه، اكيد بيبقى فيه كلام، اكيد هو محضر كلام، الكلام ده صحي جدا وحلو جدا من اول قلت لكم او قلنا واتفقنا ان شاء الله يكون يعني مبشر بالخير باذن الله. اتكلم مع رمضان عن بعض الامور الفنيه في مباراه الانتاج واللي حسمها الاهلي برباعيه نظيفه، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور اجاييه، وليد سليمان، اهداف رائعه، اهداف ملعوبه يعني ما شاء الله ما شاء الله. مش عايزين نقعد بقى نتكلم علشان ايه، مع ان كلامنا بيضايق الناس بس مش مشكله. ومحمد هاني كمان كان ليه تدريبات خاصه، محمد هاني طلعه فايلر امبارح علشان الانذارين، كان في لقاء مع سامي قمصان بعد المباراه، اتكلم فيه او سئل سامي قمصان عن خروج محمد هاني، سامي قمصان قال اكيد عشان الانذار الثاني، محمد هاني كان في بعض التهور امبارح، بقول لكم الكل عايز يعمل اقصى ما لديه، محمد هاني خد انذار كان ممكن ياخد انذار ثاني، لكن الحمد لله ربنا ستر، عشان كده استبدلوا فايلر على طول بالنجم الكبير احمد فتحي. ما فيش حد بيقل عن حد خالص، بل بالعكس ممكن تلاقي الدكه يعني اقوى كمان.
كمان كان في اجتماع مع علي لطفي من مدرب الحراس يانكون والمدرب العام ديفيد سيزا. يعني كان كل حاجة بصراحة مهتمين بيها الحمد لله. كان في اجتماع مع علي لطفي بيتكلموا مع بعض على بعض الأمور الفنية، أكيد برضو بيتكلموا على إن احنا لازم نصبر وإن احنا لازم هيجي فرصتنا والدنيا دي كلها، أكيد ده الكلام اللي ممكن يتقال في هذا الاجتماع. محمود متولي بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي. محمود متولي نجم كبير شفناه خرج مصاب، الله يرجع بسرعة جدا جدا جدا. احنا قلنا خلاص يعني كان أصيب، إن شاء الله ترجع بسرعة. متولي لعيب كبير، لعيب مهم زي كل لعيبة النادي الأهلي. فايلر اختتم المران بتصويبات. بتشوفوا فايلر يعني بيتكلم شوية عن التصويبات أو بيأكد عليها في التدريبات، وبنشوفها في الماتشات بصراحة. بيبقى حل من الحلول القوية جدا لما يكون عندك تكتلات دفاعية، تلاقي عندك ناس بتعرف تشوط، بتشوط ازاي، بتشوط فين، الشوطة ليها تدريبة معينة. هو ممكن يكون برضو بيتكلم في كل الكلام ده، علشان كده هو بيهتم بالتصويبات.